حد واعي إلا صلاح، ومن صباح الله خير من الفير هو قرقعت الوحده. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. يو صليح، صباح الخير. صباح الخير. Good morning my brother. نعم. عامر شو بدك؟ شو؟ شو خبر؟ وين؟ انت بسير الشارجة؟ انا ما بسير الشارجة. هذا ما بصاحي. انت تحرى صاحي هذا؟ مينون، وانت توك تدري بأنه مينون؟ من الله خلقه. عليكم السلام. شو بلاك وياه؟ شو مشكلة؟ منو بيصير الشارجة؟ منو قال لك؟ هذا ما بصاحي. هذا ما يكره بابا. ها؟ أنا أقول أنا وأنت والشارجة. بسير الشارجة تبون؟ أنت خبرني أنت. لا أنا خبر هو. هي. أنا وصلاح والشارجة. تبغى يصير الشارجة أنت صلاح؟ ما يبي يصير الشارجة. ما يروح. ما قال يبي يصير. لا تقول شيء يوم ما قال. ما قال يبي يروح. انزين تسبح يلا ترياك. يلا. يا صباحكم خير ونرجس وورد وفل. قلنا لكم نحن برنامج القهوة بس خارج بضبي، وهذا منيال اللودي معوم لين عينه والماء تفاح، وهذا الفنيال الثاني. ليش فنيالين؟ لأن أبو محمد طالت عماركم يحب القهوة الغليظة، ما حبنا القهوة الرفيعة. من الله خلقني. حين خبرناكم عن القهوة أن شيبكم ما يداني القهوة الغليظة، الرفيع يحب القهوة الغليظة، ما يداني الرفيع ويحب الغليظ، ويداني الزعفران شوي زيادة في القهوة. وتشسين الزعفران مثل ما قلنا لكم، الزعفران نحن ما نطبخه، لا نطبخه ولا لا نطبخ لا الزعفران ولا المسمار ولا الزعفران، لا المسمار ولا الزعفران ولا الهيل اللي هو القناد. ليش أقول مرتين الهيل والقناد؟ لأن ساعات حد من العرب يقول لي شو القناد؟ القناد اللي قندوبة الدلة اللي هو القناد اللي هو الهيل، نحن نسميه هال، حد يسميه قناد، حد يسميه يعني كل حد على هواه. المهم هذا الزعفران طالت عماكم أنا ما طحنه وأخلي مطحون وزاهب، لا نطحنه أتشسه الساعة يكون حافة وينكس مرة واحدة عسب تبن ريحته. وليش ما أطبخه؟ لجل ما تخوز في قيمته الغذائية والعطرية والصحية. هذه معلومات يجب أنتم تعرفونها. القناد طالت عماركم ما حط وايد خاشوقة إلا رب من الصغار، ما كثر انكثرت قناد ما طعمت قهوة. والمسمار الأول أنا حطه حب، الحين طالت عماركم أنا حطه مطحون طلع أخير وأفود وأحسن. المسمار يكون ريحة المسمار، ها ما يكودون عشان تكون القهوة تحصل ريحة وطعم القهوة، وهذا كله طالت عماركم ينشب في بطن الدلة. خلاص وين ينشب يا صلاح؟ وين نحط هذا في الدلة؟ انزين وين بدلها؟ بدلها لا بدنا هاي حبيب الدلة حق السفر حق السيارة، وهاي لاستعمال البيت. انزين هي، وهذا قورينا طالت عماركم يجلب على دوبة مدة 3 دقائق 4 زايد قاصر شيء بسيط، ما يزيد عن 5 وما تقل عن 3 دقائق. لازم القهوة تطابخ مدة 5 دقائق وعقب ويطفوا عنها، ومن تركد الدلة الغور يركد خلاص نشينا وزلينا. كيف نعرف القهوة ذهبت؟ من فقاعات اللي هي لون القماشي، هاي الفقاعات اللي تشوف هذا نيشان جهوزية القهوة تقميشة، هذه شفتوا الآلة هذه يقولون قمشت القهوة، متقمش طفوا عنها طالت عماركم خلوها 3 دقائق 5 دقائق. بتسوي انت قهوة؟ صلاح اليوم هو اللي بيسوي القهوة. يلا قرعة بس قول بسم الله. بسم الله بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر. يعني لا، أنت ما منو اللي مسوي لنا هالقهوة اليوم؟ أنا. هي شاهدين يا صلاة يا جماعة الخير، منو سوى القهوة؟ أنا. هي منو سوى القهوة؟ أنا. منو سوى القهوة؟ بلي أول أنا أنا. نبي يغطي القهوة. ها بتحرق عمرك. يلا خلي اعطيه روحه بيغطيها. يلا لا حليلك انت. لا ما وحالي. ايوه رقم واحد. ايش قال يسوي خالد؟ ها شوفوا ها تحمد تكود. ايه ري الدله صلاح ريها. هي اول ري بعد مره فوق تحت بعد مره. هب بكبرك متخوصر بعد اليوم. يلا فوق تحت جلبها. ايه ها ايوه بعد مره. بس خلاص عدل الدله لازم يريون هالدله. اصبر عاد اصبر ريت الدي. صلاح بس خلوها خمس دقائق ابتدوا عاد يتفنيلون زين. صلاح اللي عندهم زود بطره يغسلون الرطب مره واحده ويحطون في الصحن ياكلون من طرفه نهار ثاني ترى اخترب وعقوه. لكن الوادم اللي يبون يحافظون على الرطب ما يخترب ما يغسلونه يخلونه بصنيت مهبوب يظهرون اللي يبون حين مثلا اظهروا رطبتين ثلاث اربع على الحسب اللي هم شو يبون يدورون الجارينه. جورن غسلوه هاي الساعة اغسلوه وكلوه. ما يتريون يغسلونه كله ويخترب. لا الرطب ينغسل اللي بين نكل فقط واللي ما بيوكل يتم صنيته بهالنمونة. ما يتغطى لازم كشف. ان بغوا يغطون غطوه بتور ولا بشيات يعني على حسب الرغبة. كم رطبة تبه؟ هنتين؟ حاضرين. هذه احسن وحدة حق صلاح زين وهذه الثانية علما بهم في خاطري. لكن بديتك على عمري شو اسوي؟ ها 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 انا ابوك. بسم الله بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يلا يا ربي شو هدواه ام عبد الله داهت ان ابوي طاسه كم اكبرها زلابي وطاسه ثانيه شعر البنات اللي هو المنفوش الرطب ما عليه. على فكره الرطب انا طالب منها هي طلبه من هاي شيء تبعته وعطتنا بعد ساقو هذا كله من عند عبد الله. هذا الرجال من هالبحرين هاك اليوم اللي تلاقينا وياه في كريستال عصفور اللي في دبي الشيخ زايد هو اللي اعطانا هذا. خلف هذا قال حبيبي اذكر الله يوم يمشي يتروع من يطيح. ايه يلا سلم على محمد. يلا سلم على محمد قول له صباح الخير. هلا مستر صلاح بيخوز عنك عن دربك النعال. اي حليلك انت. صباح الخير. انا ما بلحم ما بلحم كسرت هذا كسرت مخك يا ربدين. الله يخليك. صباح الخير يا ابو عثمان. صباح الخير محمد. Good morning my brother. حبيبي صباح الخير. Good morning حبيبي. سويت ما شاء الله القهوه. يا الله تبارك في انتظارك وهالرطاب الحين بتنقالك اللي تباه. لا ما ابغى. شوف 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 انت العبال ما كثرها. هذا كله محبه العثمان. اي تصلاه تعال سنة على صديق الطفوله انت وياه. صلاح تحيد الاول صار محمد عثمان يوم كان يجي عند عوش الاول. ايه يقول يجي عندكم حصه وعوش زمان. لا ما ينسى والله محمد ما في قوه ذاكره مش موجوده على حد. اول كلمتين عرفن بحياته كرسي وبطه. بطه
بطة وكرسي. فيها ماكل بطة؟ لا، هو محمد أول ما ودينا مدرسة الأول معهد. إيه. علموا كلمة بطة وكرسي. وكرسي. إيه. وماما وبابا. لا. لا لا. خلاف عادة. هاي. علمونا بابا ماما. علمونا بعد في غنيز بعد. إيه. بابا لونها لا ماما. إيه. فل بالنامانة بالليل. شو حرق هذا محمد؟ خليت الشباك مفتوح. شو؟ بالأمونة. شو خليت؟ الشباك. ليش بعد الشباك؟ عشان الله يسلمك الدنيا شان بايد بارد. ليش الشباك؟ ليش ما بالدريش يعني؟ لا لا شباك. مال وين هالكلام؟ بلكونة. مال وين؟ خادم كلها 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 كلها. بس ما تقليت افتح لي الشباك. شو صلاح؟ دهوة أول خبر. ما قلت تحلي الدريشة؟ إي والله يلا صلاح زعلان. تقهوة وعقب أبوي يرمسوا. آه. حاضر. أي وانت تدو ذا كوفي. شو بتسوي I محمد؟ أي ولدو. هي تسوي لأنت؟ نو 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 أي ولد. يلا. أي ولد نعم. أي ولد. يلا. المستر صلاح. إيه. وهذا الفنجال الثاني حق أبو محمد. محمد. لا ما بعرف بشوف هذا بعدين ما بترياك لا لا صبه اقول لك اني نصور طريقه النسكافيه محمد إيه؟ ترى محمد عثمان يسوي نسكافيه شو اسمه محمد نسكافيه زين لا تسوي عاد بني نصور سويته لا ما سويت عاد بني يوم غايته تبتدي خبرني خلاص بس ما علي بني حر الماء تسقرني طبعين يطلبون مش طبعا ماكم وين مسوكم النسكافي هي نسكافي منو ابو عثمان نسكافي ابو عثمان زين عباره عن شو طال عمرك النسكافي شو زين نسكافي هي وعندك هذا الشكر هي تحب الشكر وهذا الحليب وقوش انزين حضرنا حضرنا خاشوق هذه ثقيله هذه على الاقل انت انزين حطيها حطينا الشكر حسب اللي الكمبيني تبغيته وانت بتحط شكر اي شوي بسيط مو وايد هي ما يصلح ما يصلح بدون شكر. تضيف شوي ماء طال عمرك. إيه. على الأقل شوي ماء. وايد. شيء آه. بسيط. شيء بسيط. إيه. ما ما بالليل. يا ربي ما جاء فيك تنتقط الحليب كله داخل هذا. آه آه آه. تعتبر ماء ماء من السرير. المدة كم محمد هالصوت لازم يظهر؟ دقيقتين ما مشغل عند دقيقتين صحيح هذا طريقة شو محمد؟ هذا النسكافي مال منو؟ أبو عثمان زين يا أبو عثمان صحيح. محمد ترى استوى دقيقتين ونص خلاص هي. أنا دلع أنا دلع بسم الله هي. هذا هذا كبير عندي أنا عندي أنا قول صغير يا سلام شوف الرغوة؟ ايه الرغوة هذا مال نسكافيه إيه؟ مال ابنه ابو عثمان شوي فوق تحط بعد عشان شوف استوى طلع اشوف شوف يا سلام شو هالفن يا ابو عثمان هذا هو اليوم في دبي دار الحي هنا ايه هذا ابو نسكافيه مال محمد عثمان يا سلام يلا وهذا وهذا زلابية؟ يلا بصباح خير بصباح ها هذا محمد عثمان ابوي خل احنا بنعزل عليه ياكله كله شو هذا هو؟ زلابية خلي احنا بعدنا يومين هنا انزين يومين بتاكل لقن زلابية؟ فضحتنا البارح ويا ام عبد الله بتقول ها ملهط والله انا قاعد بجيب لك شوي يونة ساقو صراحة بتشبه بتعني ومتصرف خله 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 بي خله رد مكانه رد انت رد بيسوي لك شيء لا 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 ما بيسوي شيء والله ما بيحرمك اسمعني انت ما تعرف شو بيسوي لا 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 خل محمد وخلالك عيالك وخلى عيونك يا خلى عيونك ما خل انت ما تعرف شو بيسوي ها شوف آه شوف هذا اللي بيسوي يقول يحيس العروه جداك انت الحين انا ايسر يقول لك حار الحين لا تستعجل علي شو تبى الحين شو بتسوي تبى من نسكافيه مال صلاح مال محمد بعد من اخوه
بيت شاب بالدنيا. محمد اطل فلبينيه روحها. انزل تعال الحق علينا. لا محمد بتشب تراك محمد بتخيس زوليه اد سم اوف خل بس واحد جديد. تبيتي تب الله دمع. صبري رب الله تشنت يدوي. ها قبضي ما يسوى علينا نحن. حسنة تانية تبعها أداء. محمد الكوب ترى في قطرة نقطة من تحت. ايه شف هدريبها هدريبها. ما يسوى علينا. ها معركة من صباح الله خير. وسبها هالنص كفي مال محمد عثمان نحن. ايه حار ضو بين حرج مصيرك. في حد لا هو ما يبي حد يشوف التصوير. تبع بس هي باك تسوي واحد حين والاخلاف باش بعدين. خلني قبل اشرح بسم الله. خلني استلذ هي مش مخديه. لا براي ما ممنوع حبيبي ما ممنوع. هذا زين. وبي بدل هني الحين بصير خصوصي حتى. هذا بي خلك تقول شو هاي بدل نون. هاي بيت هذا بيتك. هذا هي والله هي كل يبونك انت هنا. خدي تحبك وبدل تحبك وخالد يحبك وكل يحبونك انت والعالم هالكور كله. محمد عثمان طالت اعماركم. شو تبى محمد؟ انا والله استلمتها مسوي عارفين الجماعه هي مسويتها عمليه تبديل مفاصل. انزين وانا عارف اوغيره ليش ما تهول وما تخف علي الويع وغيره. ليش؟ لازم الريل هاي يبغى تقويه. زين وحينه؟ وحين ان شاء الله يوم واحد وديني عند هذا المدير مالك هذا المهندس شو يسمونه؟ الكابتن مال شو؟ مال الجيم مال شو؟ مال الجيم مال الجيم. وقبل شو؟ جم بعد ما بجم قالوا عيالي ابوي تقول جم ما بجم جم جم. عاد ما شاء الله وعيالك كلهم رياضيين يا محمد. كلهم عيال ما شاء الله. بدي بلدر كمال اجسام الله يحفظهم. احمد انا يوم اجي اقول بصير الجيم شيت وجسر الجم. الله يحفظهم ان شاء الله عيال محمد. واحد يودني عاد هي لا توديني عاد عدم التصوير قبل الصلاه وقبل على كل وقت. ها عيون بس ورشيق هي صورني خلاص هي حين بعد حبيبي وقت الصلاة الساعة 11 بعد ما سمعت 10 الله يسلمك. هلا مرتين محمد الحمد لله الخير فضيل. هذا مدخن الصبح غير عن مدخن صلاة الجمعة. مدخن الجمعة غير. بنضرب وحده نعود ما عليه بتدخن مرتين. عطر كلام الجنة شغال. طلعت عماركم عود معطر. ما بعود ممسج ولا بعود ملبس. هذا عود معطر. ثلاث أربع نمونات الناس والله كل عود معطر. لا شيء عود معطر شيء عود ملبس وشيء عود روحه صريح. فثلاث نمونات لو أربع. العود المعطر والعود الملبس والعود الممسج والعود الصريح العادي. العود الصريح العادي هذا للريايل اللي روحه. تعالي الو فلبين برق عود ذا بيور عود. يقول عود خالي صريح. هذا هذا العود اللي للريايل. هي هذا العود حطوه في المدخن للريايل يوم بيدخنون. هذا العود المعطر والملبس والممسج هذا للحريم وللبيوت. هذا متعارف عليه. هذا القانون. هذا قانون ما يبقى لا سل ولا تعال. لكن الحمد لله حاليا ابوي المياه واردت اللوادم حرار. حتى بالريايل يدخنون بدخون مقرص دخون. الحين ما تروم تقول حق حد شيء الا بياكلك لكن انا اكلمكم عن الاصول اصول الشيء. انا ارد ارمسكم عن الاصول ما اكلمكم عن الشيء الحديث. الاصول هذا اصوله ان العود هالنمونه والدخون هالنمونه وهذا ميزات وهذا الميزات. لك انا الحين العالم ابوي خوصا بخوص رقعت السم خصف وتواردت المياه وحبالها خوص. يا الله الله يحفظكم. الحين سويناها القهوه.
حق منو؟ عشان أشيله. نحب نسويها. أنجل. بابا. متى بتسيري أنت هدى؟ متى متى سير يا عمي؟ نحب ما حد يدري عن سيرتنا نحن. بعدين بنتكلم نحن. انزين. يلا. هي هي. ما أدري. المواعيد عند من هل أنا ما أعرف. من هلا ود ودا يودي الساعة 9 أنا ما. بعطين هيا هدية ما بعطين هيا تتفشر به وهي تتحرك اليوم بتحصل أقول لك أشوية أشوية تركب هي خاتم يعطون حين يعطون سوارة أنا ما رايحة هناك حتشوف اليوم أنا وين رايحة لا حد يدري ما حد ولا تخبرين تحملي أبو عثمان شوف أبو عثمان اللي أدافع علي وزي أبويا بسرعة قربنك تكلمت لا ما الفجر جاءت إن انا فجر عشان عينه ولا الباب فتح انا روحي والله تروحت انا نسيت انهبتي شوف الحين انا جيت الفجر ما عليك ما عليك بس بعدها نايمين بعدها نايمين زي اشوف امك عشرتي عمي راوي لي لبسه اليوم هدى الزي اللي بتسيرين فيه المكان وين هذا الله عيل اربع خمس ايام قاعده كمل الفريق هذا الفريق الاحتياطي ابوي كان ابوي في العين واليوم وصل ليش ما شو سوي لك شو تباني اسوي لك عادي ما احبك واحترمك وكل شيء اسويه لك انت الحين ليش شفتيني صرتي تشوفني تخاف منو قال لك شيء علي في الليل البحر قد زين ولا لا منو تمين خر نخير واصلني لين فوق خر 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 أسد؟ اثنين أسد وعناية يتناوبون معلي وسنان هو ضايع في الطوش المسكين خر وخر 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 أنا سمعت من أبوه اللي أنت هذا آه لا ما أمين أبوه لا أمين أبوه بس أبوه يكون عيالكم وتفرحوا بعيالكم آمين آمين إن شاء الله ولد يا رب العالمين هي تحرب ويا اللي يحب صلاة صلاح سمعت من هل شو تقول لك تتخبرك تحب من هل ولا لا شو قلت لها؟ يحب يموت عليه بس عشان شو عمي؟ ها؟ عشان شو؟ يحب الذات نفسه يحب لله بلله هي نعم حب لله فلله هي لا لا ربيتي مربيتي ما شاء الله ربيتي نعم الحمد لله أثر من حينه؟ هذه أثر أموت لا خلاف شو اسمك نسيتك هدى 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 ام عبد الله تقول من تي هدى خلوها تاكل من الزلابيه ام عبد الله قالت هالشيء وخلى ابويا قول ام عبد الله راني خمس ايام ام عبد الله خمس ايام انا في دبي ابي اشوفك انزيس انا عندك امس ها اي والله صرنا لها امس لو شفتي الصراط الحوم والشحوم والقبقوب والربيان ماشي اكل عشان خاطرك ام عبد الله ام اليوم انا صابحه مسويه دايت والله توهم لاي من اربع حبات وصيه يسلم عليك الربع يسلم عليك عبد الرحمن عبد الرحمن مشتكينا منه واستغفر الله ويسلم على هدى لا لا يسلم علي ولا يسلم عليه ها الربع قعد في بلادك شويه خلينا نرتاح من الصدعه ما لها صديق ما لي صديق اللي عوضني فراسي خلاص ما بيسمعها. لا 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 لا. وايد يتكلم. ما يتكلم وايد بس يحبني. ليلة. من الصبعة. خلاص. لا. لا لا. إيه ناقمت لنا. مو البارحة قالوا بتي هو ده سلم عليها. لا يسلم علي ولا يسلم. ويسلم علي. خليه يقعد مكانه خلاص. إيه. سلم على هودا، هودا لو الود وده ما يشوف وياه. بل الله أكبر. توه جايبي. إيه. ما شاف هودا 8 سنوات إني يبي خلاص ما يبي هودا، توه جاي ما كمل حتى 6 شهور ولا 7 شهور، صح عمي؟ إيه. وما يبي هودا، يوم تخيل أنت. على طول مرة. يبي كشش. اللي جا عندنا ما يبي هودا، ما أدري هودا شو مسويه لهم. هي والله. لا. هاي غارون منك يا هودا. غارون. يغارون يغارون منك. نعم اي لا نعم لا بسم الله عليك خبر مستوي قص ما ادري خلاص كل شيء لا 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 انا صح عشان لا اسوي ما حسوي قص اي ما حسوي قص اشوف قتل ما تسوي لا قتل قالوا لي وصي على الهدى لا تسوي الجماعه وصوا علي بس اي نعم
بس تخاف ايدها بس عندك هالشيء اللي قالوا لك الجماعه ها الجماعه ما طرشوا معك شيء لا لا هذا ليه هذا ابويا هذا مربط الفرس اه المشكله اي والله ها سمعتوا قالت اسوي اسوي هذا هذا بلاك يعقاب هذا بلاك اشوف انت خبف نيالي هذا الحرامي صلاح ما سوى خالي ومالي ما شيء ما شيء وانتو سواله عمي شوف ترجو انت ما شاء الله تبارك الله ما مخليه شيء البيض واللبنه والجبن اقول لك دي ما فطرتوا روح شوف طيب جيب فطور كيف الحومه هدى صلاح سمع العزيمة كيف محمد العزيمة انت عازم هدى انزين تفضل انا ما عندي طبخ ما علي اتكلم بالكلام الواقعي انا قلت ما عندي طبخ شو قلت له قلت يوم واحد مستوي عندكم اول غدا وتعال عندي في المزرعة بتغدوا تغدى في بيتنا وين هي كل مزرعة؟ لا 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 تتغدى أحسن لا في الجو الحلو والمنظر طبيعي لأن طبخ مسافر ما عليك أنت شفتي سالفة أبو عثمان من كم من يوم عازم عايض وقال بنذبح لا 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 تعطي هالسوالف هاي سوالف حتى الدن الأخضر والدن الأزرق عنده خبر لا لا سالفة الخروف كل العالم شاف سالفة الخروف على ما في شيء ما في شيء روح هلا روح انزين شو سوى هذاك الخروف جيبوا لي انا عيد عليه شو سوى هو؟ ايه عندما دلت هويه كبر كذي الحنا والله ان الجماعه ان تغدوا اخر شيء من المطعم وهرب ما تغدى لا تحلف الله محمد نعم ان عايض كلامه قبل اسمع يقول شو قال لك عايض؟ قال لي هاك اللي يقول تويس ذبحنا خالد ايه انه ما كفانا ما سدنا نعم ما سدنا اي لما بذبح ثور فطيسه قال برا ستتغدى لا 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 الكلام لا وانه كلامه احنا الا الاكل احنا ما شاء الله الا الاكل لا والا الدبايح ماشي مو ذاكر له لا 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 هذه ما موافقك فيها لا 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 اكو ريا موجود ما عليش حقا نحن نطولها وقصير بنتصل له الحين لايف الحين بنتصل صبروا عاد دقيقه لا اسكت انت خلي بعد بسمع الكلام ترى بيسمعه رب اللهته السلام عليك ابو محمد سلام عليك ابو مبارك كيف الحال عساك طيب انت الحين على الهواء مباشره تفضل طال عمرك تفضل ابو محمد نحن نقاش حاد بيني وبين محمد عثمان وهدى وصلاح والسبب انت سويت لنا مصيبه تو محمد عثمان حلف مليون يمين يا يقول يوم تغديت انت عندي ذابح لك تويس ان ما سد وصرت تاكل في مطعم اتكلم بالصراحه اتكلم الصراحه تعال هو حين هي على الهواء صحيح يا ابو محمد صحيح شو صحيح يا بنت تويس كبر كذا كيلو ما هذا لو ذاك حين كم شمالي كان احسن يعني انت حبيت تاكل خروف هات ما تاكل خروف محمد عثمان هاك الفطيس لو تويسي انا لا والله يا ابو محمد خروف اقول خروف محمد عثمان ما شاء الله هي يريز يريز لكن بروحك انت غيبته الله اكبر عليك ما انت بعد وين ما عندنا مسكين الغريب صار برا يتغدى برا يتغدى له برا هي نعم 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 ما كفى ما كفى لنا قرب الله تكد أرب الله تكنت بعد تعلموا كل كذب علم كل كذب أبو عثمان هو يتكلم بالصراحة يتكلم أبو محمد ما كذب ما كذب هذا الصحيح إيه ها أبو عثمان صادق صادق أبو عثمان أرب الله تكنت ويا محمد عثمان فوقك صار من برا يتغدى ريال يانك ضيف يانك أول مرة أحد أبو عثمان ها حبيب نعم وعلي شوية والله هذا والله يا عايض هذا التويس من السلالة الفلانية وهذا السلالة الفلانية نادرة وهذه السلالة الفلانية ما موجودة معك الحد وهذا الثاني وين اللحم؟ وين اللحم؟ وين اللحم؟ اي لي على غداك تاكل عيش بدون لحم عيش بلا لحم تاكل عيش بلا لحم ترى اللحم مطبوخ ويا العيش وفائدة اللحم في العيش من يطبخون المحب عايض ما الله آمر بالفسقة واللعبة شوف يطبخون الذبيحة كاملة عايض نعم. يطبخون الذبيحة كامل يشوفون كم نفر ان يشوفون ابوي نفر ولا نفرين خلوا ابوي اللي حق النفر نفرين وشلوا الباجي وحطوه في الثلاجة نعم
يوم بيهم هذا ترى الذبيح مسواي باسمك. ما سمعنا هذا السنة عندنا في الخليج الذبيحة يخلوها كلها. لا أنا يوم الحين ما بكل ما عاداتكم غير عاداتنا وعاداتكم وحدة. ما عليه عايض لكن التبذير التبذير يا عايض. ترى أنا الذبيح حق منو ذابح حق اليوم؟ والله عاد أنا ما أعرفك الذبيح حق أنا حق محمد عثمان. إيه والله. أنت تقول حق أنا. حقك أنت ذبحت باسمك أنت بتاكل ذبيحة كاملة أنت ما بتاكل ذبيحة كاملة. تم فخ ذاك الساعة إيش توخ وقال والله خلوا حق تاع العيال بيتقدوم عقبكم انست. العيال وعندنا عمال في البيت. إيه عمال في البيت. وهذاك الرجال بعد. من إيه بس كريال ويانا الرجال ويانا نسيش بعتب الطاق متعتع. هيا حين أحنا البيت يقول كذي يقول خلوا غداء حق البيت. إيه خلاك نعم. لا والله يبغى عثمان لو ذاب حين كبش ماله. والله العظيم من أحسن. والله انك ما اكلت في بطن دود اقول لك يلد بلي شعر حتى الشعر حاتب علي ينبه ماكل جت الغالي وسيبلو ربا مالك انت يا بنا والله العظيم غسلناه بتايت قبل ما ندخل بيتنا اقول لك علق هدينا عليه الهوز حيت خلت الريال يتقدم من برا من المطعم اخر شيء في ذمك كيف في ذمته عيال انا بحد يظهر ها حرم لياني ياك الساعه قبل عثمان اللي بينك لا اسال البطعه بتغدى يسوي الحلوه ميوب لك انت كراتين ما بميوب لي انا ما قصر طال عمري نعم الحلوه يا ابن له هب لي هنا ان شاء الله يوم بتي السلاله الفلانيه اللحم وين اللحم السلاله الفلانيه هاي بس لا بقم بقم لا شفنا بقم ولا شفنا نيل لكن ان شاء الله يبت ان شاء الله مره ثانيه ان شاء الله بالسلامه ان شاء الله شوف 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 اللحم شوف اللحم شوف شوف اللحم شوف لا ان شاء الله فرصه صراحه يا خالد فرصه صراحه ان شاء الله وي ايوه اخذوا ما يخصني قال كسكس اعطني العرس اعطني العرس يقول ما يحب العرس ان شاء الله انت ما ابغى شيء نعم كسكس كذا امطار شله صوره كسل انت ما صرت تصلي الجمعه خلوا العد ايه الصلاه سلم قال العياب سلم عليه بسلم عليه طب يسلم على صلاح صلاح سلم على عايض عايض بيب حلوه حبيبي زعل علينا عايض ما طعمنا الحلوه وياي النعيد عايض عطى زيت ارمس لا اقلب تليفون كسل كلم انت الو خلو روح يا ارمس اشوف 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 هذا تليفوني هوس هندوك قبض دقينا على مره ثانيه قبض شرات الريايل ودري انت ما خصت فيه ها ها ايه قبل التليفون قفلت راه كيف بقيها الو كنسل ما كنسلها كنسل الصوره ما يازت للعروس هدى صخي عنا رمسه عايض صلاح انت ما طالب لنا حلوه حق العيد ما تبي حلوه حق عيد وين العيد راح الحين العيد جاي تعال يوسف ما يوسف ما يبى فلوس بلاش ما دخ عزك ويا قالوا لا طري العرس لا طري العرس لا ايه ايه صلاح عزوز عزوز صلاح عطى بيرمسه عطى بيرمسه بندي يا اخوي بتبنت بصلاح حشرت صلاح خبر هذا يسمعك ها رمسه صلاح ما مخبرنا لا دقه ها قبض ها ندوك مرحبا صلاح كيف حبيبي اخبارك زين خير يا اخي زين حبيبي زين تخ عزك حاض موجود هم يا حيوان صلاح بيخطب اختي خدي برايه انا موافق تخافلت خلاف انت باي باي باي
تو لا وين 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 خلنا 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 بعد ها سكره الحين نبي نشوف الصورة. الصورة مسحوها موجودة؟ رامي الصورة شوفها. أبي أشوف وش حلوة. أشوفها. شكسبير جاي. منو شكسبير؟ هذا صور. هذا هام. هلا هلا هلا. السلام عليكم. الله. هات هذاك شو بعد؟ عبد المنقير. هات هات هناك هنا شيء. لا 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 هذا. لا هذا ايش حتشوف ليش؟ لا ما كاينش خوز انت خل هدى بتيلس جيت تفيزرت انت احنا ابوك انت تدور السبب حق تفيزيره هاتوا هاتوا شو هذا؟ هم سلام؟ لا لا شكرا عبد شهاب حفيظ شو اسمه هذاكي؟ تعال عبد القادر نعم انتوا وين بتصلون؟ كنا رواد من بتصلي في عمان انت؟ هذا عبد القادر. لا يا سلي هذا. انا عنايات. نعم. تعال تعال تعال. هذا عبد القادر. تعال تعال تعال. تعال. وين هذا عبد القادر؟ وهذا عنايات. وهذاك اسد. اسد. هذا شو اسمه انت؟ عبد القادر. هذا عناية. عناية. وهذا اسد. اسد هذا احنا عندنا هنا في دبي. وهناك؟ وكم في البيت هناك؟ منو هناك؟ راشد. راشد. ومحمد خان. اي. خمسة. زين. قال واحد اثنين عنده قلت يا ريال لا تعيني لا تعين ما شاء الله عندك الحمد لله ولي اثنين قلت يا وانا عندي ثلاثة انا الفقير عندي ثلاثة جيت تاجر العود انا تاجر ما في كافي ها واحد مرة مو تروح مدرسة جيب تاكسي ها هي والله يلا شغل ترى البيت هم كافيين وغيره وهذا الحمد لله رب هذا واحد اسمه علي ايه علي ابو محمد هو ابو محمد وكل يصيح الا ما ادري شو ادري في اي اي من اي اي ابو فهد واحد دري وهدى بيجبل يا هدى هدى روح هاي بال هدري واحد دري انا ان شاء الله حسه رمضان بسوي ليه سنه ايه يبا حتشتري لي سياره والله شعب اخر وين محمد محمد الصلاه الساعه 1 ونص بسيد مسيد بالساعة 11 عاد وحد ونص وعد مال يهود وحد ونص ها وحد ونص مسيد والله بعد ما فتحوا عشانك انت وحد ونص لازم الواحد يصير يقدم يقدم سير الساعة 12 ونص صورة الكهف اقرا للشيء على الاقل الكرسي ما بالله طال عمرك الا بس تعال اخر شيء تعال كوكس كوكس وغيره تسمع الخطبة اصرب الخطبة الصلاة انت يوم توصل من برا سلم هاك الساعة للإمام وتو سيد السيارة شغل يا الله كريم قم شطة قم 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 يا الله توكل على الله الحين تزقرت الدريولي أنا فكرت حتعطيهم 50-50 لواحد بس قاعد أنت لا تموت على البيزات بتموت على البيزات بتموت يا محمد كم في البنك كم في البنك تحط في يونية وتدفنها محمد في دمك كم عطيت عيدية 200 أول ما بغتن لا 210 بعد زعلتن قبل زاد عقب 10 دراهم ايه عند أم محمد 1000 بكل عند أم محمد 1000 أم محمد والبنات والعيال يلا مع السلامة يا باب يلا خاطبكم جميع حياكم الله الله يسلمك حافظك ان شاء الله يا ام لؤي ابوكم ان شاء الله هاي ام منهل وام لؤي انت بعد الصياح هذا ليش تولهت على ام منهل حضروه من زين بتصير الحين عندها زياره وكل ما تولهت على ولدها بتي اقول لك هذه بلاقه تجيب ماي وتشرب عينها اجيب ماي وكبه الله اي هذا مصياح لا والله العظيم عمي انت عارفنا انا مثل والله قلبي معورني حق رايح احنا شوف احنا كان تعودوا على الناس اللي كان عاشرهم وكيبقوا فينا احنا ما كان صاحبوا الناس بالغدر وبس يروحون ونضحكوا عليهم لا احنا اللي كان صاحبوا معاه بنيتنا كيصير من اهلنا بس احنا ما عندنا حد مع الناس خصوصا انا بس انت المهم بس عملية اوكي لا تصيح لا تصيح الفقير سوي شيء جديد داخل الحين شو وصلني ابراهيم مفاعل نووي وصلني ابراهيم عقوب ابراهيم ابراهيم عقوب بس وصلك على هذا ما قال ما قال خذ ما قلتيش لي راهو دا مسافر يطرش لي شيء بس قلتي بيطرش لو بيطوي ما يطرش والصحه ما سوى العمليه
وين انت شفت حمنيات وهي تلايم توا ماكله ها قبل العمليه عملية تسوي لطرطرون بطنها كامل يطلعوا كرشتها ما ترتاك مره ثانيه يلا الحين قالك المذبوح هسه لا 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 بقول لك الحين بعد مال حتى انت لا لا او بالعمليه ما شاكي بعدين اكيد نعم نفخت ورا صلاح بيكم تكميم شو هالتكميم هذا وين ما عارف قفلوا لكم مبني هذا شو تدبيس هاي شتشون ثمها شتشون صح لكن عمليه اسوي هذا الشيء طالع جديد الحين خل حطوا شو قبيه بخشمك ندلون للقرض مليون كيك وببني ان شاء الله لا عز الله عمي شو رايك ما شيء هذا هي لبيس لا ساعتين يتوعد طاسه الزلابيه وساعتين طاسه المنفوش بتموت والله يا محمد عثمان لا تموت يا عثرتنا يا محمد يا ربي اسميك ما تيملتي يا عبد الله اسميك يا مريم الياسي ما تيملتي فينا والله حلو حلت برشه طالعه ايه دوب هذه الله اقول لك دوب هذا بسوي اطار بطن اطار بطن تكميم تبي تسوي لا حسناتي باتي باتي بغيت ما اسوي متى شهر بسوي هذا تكميم بعد لما اجي من المغرب ايه اكلي قبل ما تصير ايه حق غايس ماما اكلي الاول بالتالي قم عني خلنا نخلي ليبيا يا رب والله من الصبح حاط ويهج دهلقون لا ساعة زلابية وساعة مفوش استغفر الله والله العظيم يا محمد واتوب اليك استغفر الله العظيم الحين المتابعين زعلانين يقولوا لي ليش تخليه رد هالكثر وبالاخص اخوي خلف والله الباح فاتن علي خلف فاتن يقول كل استوى عليه شيء في ذمك شو ثاني انا اياه ما اشتراني يقولهم عند عيال عندنا غير ونعرف نعرف شو يصرفنا شو ناكل ما ناكل ايش تبغى يسوي يتحروني انا اعزر عليك قم بها هات لي شنطه مال دواء مالي ما اخذ دواء اليوم الحين انت هالاكلك اللي كله ما شربتي دواك اليوم سكر حامد اللي نفس ذاك اليوم يوم طاح لينا في هذا في المول عمي منو ما شرب دواء منو انت منو هاي؟ أنا شو شو عثمان يقوم أشوفه زوجي متلبس وهي متلبسة. هي والله أشوف هدى وفتر جداي يا سلام. سير منك عاد سير عدالة 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 سيري عدالة. أم عثمان أم عثمان أم عثمان الحقي أم عثمان الحقي. طار طار أبو عثمان. ما شاء الله تبارك الله ما. وين الرجال؟ يوم تغيير طار ابو عثمان يا ام عثمان طار عنك يشوفونك مال اللبس مال الطبيعي اكيد في المطبخ لازم انا ما حقت مش عدل لو متمكي جو وقاعده بارزاق زي العروس في المطبخ لازم الحرمه تحط هذا الشيء على راسها وتلبس يوم طلعات ويوم معارض ويوم سيرات وجيات ونقعد مع العرب ترى دائما اتلبس يطهرون يقولوا لي ان شاء الله ان شاء الله ريال ان شاء الله ان شاء الله زول ان شاء الله امين وتهني ان شاء الله فيني يا رب وانتي برز غاري طالت عماركم يا بدايات المحبة يا بدايات الولع ما ادري قال من ناكي هذه طالت عماركم بداية اليوم هل مرتعشة الماس وزمرد توها طايحة اليوم أول مرة تتصور الحينة في هالسناب المبروك هذه الماس وزمرد طالع اللون وطالع الجمالية طالعوا الشكل ولا تد حد سوى شكلها ولا تد حد لبس شراته ولا تد حد صاغها الصيغة الدنيا العودة كلها شو الجمالية يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب البيت والحرم يا رب البيت والحرم يا الله يا الله تلطف ابنا يا الله تلطف ابنا عدل عدل بالله عليك عدل 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 بالله عليك عدل عدل يا ربي هاي شو بالله عليك محمد حتى معي ها زان الذهب شوف فما بالك على الحرمه اي والله هذه يسمونها شموخ الذهب هذه من القطع الثمينه الفريده حبله ثمينه هذا شوفوا شيء قطع ثمينه وشيء قطع فريده هاي اثنين في واحد ثمين وفريده الفريده ما لها اخت يتيمه
والفريدة، والفريدة ما لها أخت، والثمينة قيمة، غيمة قيمة زمرد وذهب وألماس كله في آن واحد. شوف الله عليك يا ربي يا ربي يا ربي، شوف الجمال شوف الجمال، شوف الله عليك. شو بنربيكم وشو بنقول لكم، شو بنقول لكم، نحن بوي بقعة المجوهرات في دار المجوهرات ودار الذهب ودار أبويه غالي الثمن. نحن طالة أعماركم في دبي دار الحي، واليوم في هالمعرض المميز نصور لكم أبوي عطورات الشماطي ونرويكم أبوي مفاجأة الصيف، مفاجأة الصيف، مفاجأة الصيف. وين مفاجأة الصيف؟ وين مفاجأة الصيف؟ شمطري عوشة فوعة الشمطري روح الشمطري مفاجأة الصيف. شمطري سارة هذا جديد اللي يحب شديد في اللنزينات يا غير، هذا توه طايح اليوم أول مرة وأول تصوير للحين، ريحته من العطورات اللي مب عطورات القوية الشتوية، لا العطور قلنا لكم الجديد حب شديد، وهذا سارة شمطري سارة اليوم نازل، ما كنت أعلننا عنه ولا خبرنا عنه ولا يبال طاري، اليوم من عطورات الصيف، من عطورات الصيف، الصيف الخفيف ذو النسمة الخفيفة، مب الخفيف يعني روحت من الخاز، لا تازم ريحك شرات الطيف، شفتوا هو الكنديشة من بعيد يوم ينفخ عليك النسمة العليلة، هل البحر يسمون البري، هذا البري، هذا نسمة العليل اللي ماشي شراته نسمة، شيء وقت القيض يجيك براد على غفلة، هذا هو هذا هو شمطري سارة تو طايح مرة، أول مرة نعلن عنه وأول مرة نخبر العرب عنه، هذا تو طايح، وهذا عدال أخوانه، عدال أخوانه، روح الشمطري، شمطري عوشة وفوعة شمطري كلهم ضربة في هالبوث المميز، وهدى ياسف المدينة. المهم بمناسبة أبوي هالأيام المبروكة الأيام العشر، هلا ليالي عشر والناس قالوا عيد، بمناسبة هالأيام المبروكة شمطري عوشة وروح الشمطري فوعة الشمطري عليهم خصم كم؟ 15% أما شمطري سارة إن شاء الله ما راح يكون عليه خصم لأنه جديد توه طايح، هو الوحيد اللي ما عليه خصم لأنه جديد، فقط الأيام هذه المبروكة اللي نحن عليه حينه أيام العيد هذه الخصم موجود، حتى أونلاين، حتى أونلاين الخصم موجود، عطورات بأربعة تن وكلهم موجودات بما فيهن عطر شمطري سارة، معرض العروس والمجوهرات، هذا سالم الشعيبي في الصدارة كالعادة، وهذا المدخل مركز تجاري في كل مكان موجود سالم الشعيبي عادة ودائما يكون في الصدارة، من تدخل عليك لسا في مركز دبي التجاري العالمي، من تدخل هذا قاعة رقم ستة هذا المدخل، فارشيلكم الزل الحمار وهذا ها ليافطات قوم الشعيبي مزارات السعار والوعر ما شاء الله تبارك الرحمن، صورنا لكم قبل شوية تحفة من تحف وبدع اللي موجودة عند قوم سالم الشعيبي، مرتعشة يعني صياغة قوم سالم الشعيبي طالت أعماركم ما بشيء جديد في السوق الحين والناس توها بثار مسعنة، صياغتكم سالم قوم سالم الشعيبي أسرة عريقة لها باع طويل عريض في مجال المجوهرات من عشرات السنين، لا يوجد مثل ما قلت لكم بيت في جنتية دولة الإمارات ما في أكثر عن قطع وقطعتين من مجوهرات قوم سالم الشعيبي من السبعينات ما من البارح واليوم، الكل منا والجميع يعرف الصياغة اللي عنده، أشوف راويني يا سلام سلم، هذا عقد الماس طالت عماركم ارزانو رقم جديد توه طايح للعشاق اللون الاخضر الذهب ابيض، والاحجار على ما تشوفون احجار حجم كبير ومن النوع الجميل، بنربي هذه قطعه واحده بنربيكم المتبقيات الداخل، الخصومات طالت عماركم في كل معارض قوم سالم الشعيبي خصوماتهم موجوده في أي مكان تصير، أي معرض، أي إيفنت، أي فعالية، خصوماتهم معروفة، إن كان على الذهب،
أو على المصنعية أو على الألماس. ما في شك ولا واحد بالمية أن الخصومات عادية، أكيد خصوماتهم قوية وفعالة، وإن شاء الله لين آخر يوم. على فكرة موضوع الأقساط، أنك تشتري بالأقساط وبدون فوائد فقط في المعرض، أيام المعرض، أيام المعرض اللي شفتوه من اليوم لين متى بالله عليه؟ يوم الاثنين. لين يوم الاثنين اللي يبقى الأقساط أي المعرض، الأقساط مش في الحفيزات، فقط في المعرض هاللي نحن فيه. هذا طالت عماركم عقد ثاني، أرزانو ألماس ذهب أحمر مع زمرد على ما تكون، عقد جميل فنان، أحجاره كل قطعة بقطعته، شغابه سويرته، العقد وافي وكامل والكامل الله. الياقوت هو الروبي، والروبي هو الياقوت، اثنان عملة ذات وجهين. زين نرد نربيكم، طالت عماركم المرتعشه صورتكم اياها مساء، والله يا ابوكم ينهى زيق عقل دي ما يزيق عقله، ما بارك عاد مرتعشه ترى ما بوايد طويله شبر. وشي بعد مريه لها، مريه اللي يبقى لا صورتها مساء، صورتها للعرب كلهم، اول ما صورت زغت اول ما شفت انا خلهم يمتعون الناظرين. هي والله ينهى عجب العجاب، عجب عجب، وشي عاد مراري من غير شيء ستميات وشيء مهات شناف وكلهن بنفس الأحجار، شيء مفارد شيء حيول شيء أشياء كثيرة لا حد يروم يحصاها ولا يعدها من الصيغ قوم سالم الشعيبي اللي يتفردون فيها ولا توجد إلا عندهم، هم اللي أول من ابتكر هالمواضيع. أحمد عنيزان مجموعة شمة اللي صورناهن في معرض الشارجة. الأول إنه المعرض هذا بسبب ضيق الوقت ما نزلناش بكوليكشن جديد. نعم. هذا الخبر الحزين. الخبر الأحزن عاد إنه الكوليكشن تعرض في معرض الشارقة سولد أوت. اللي سوينج انباعت وسولد أوت حالياً، وعندك المرزم كمان انباع. زين شو اللي موجود حالياً؟ في عندك الديزرت بلوسوم، في عندك هذول النواعم كمان من كوليكشن اللوبين واللي سوينج موجودات. ومثل ما انت شايف على ما نحن عليه شغل عالي وشيء يستاهل. أمشهد المراري بمهات شناف، وهاي كلهن أشياء خفايف للاستعمال اليومي، أما هذه عادة توجه في الماشي، وهذه بوية زغل العين. شوفوا هاي ليسوينج، هاي نيجلس لك أنا أسميها قلادة، هاي هي نيجلس. شفت ليه يلبسون هالوشاح في القصور الملكية ملكة بريطانيا إليزابيث؟ هالنمونة يومي ملك الملوك اللي حد من هاي الملوك الكبار تعطيه هذا هدية. هاي للديليوز، هاي اللي تشوفونهن كل الأيام العادية. خمس ست سنين ما شاركنا، وهذه أول مرة شاركنا. فلذلك اغتنموا الفرصة يلي زايرين دبي ويلي موجودين في دبي ويلي تبون شيء المميز اللي في دبي. زين لا تقول ما حد قال. شوفوا أنا لفتت أتعب. Take for me this one outside quickly quickly غرب اللهتك. outside اللي ترني قاعد أصور عمري. شوف بالله عليكم، شوف حد منكم تتشاف قطعة هالنمونة في الدنيا العودة؟ حد منكم ولا تتحاد شاف حد هالنمونة قطعة؟ هذه من الأشياء الفريدة، الأشياء الفريدة ما بلا مميزة. هذا صبرنا لكم إياه وراوينا لكم إياه، لكن هذا عادة يزيغ عقل ليه ما يزيغ عقله. هذا عادة لازم من العقود الرسمية، هذا بقيت مبلغ الماس العادي الميمع، لا كل قطعه بقطعته سوليتيرات، ها كلها سوليتيرات. شوفوا يا سلام يا سلام يا سلام، شهادته هي كل حبه من هاللي حبوب اللي الحبات اللي تشوفونهن، ها كل وحده عليها شهاده روح. ايه لا شوفوا بالله عليكم
لنا عجب عجب يا جماعة الخير. لا إله إلا الله. نفائس أرزانو موجودة في معرض دبي اللي ابتدأ من اليوم لين تاريخ 16 ضمير اليوم 16 حمدان لين تاريخ كم المعرض؟ يوم الاثنين آخر يوم لين ليوم الاثنين. هذا أبوي موجود كله هني موجود وكل هالأشياء اللي أنتوا تشوفونها كل هالأشياء طالت عماركم موجودة وكلها عليها اللي هو الأقصاد اللي يبي يأخذ شيء ومعسر يروم يقصدوه بدون فوائد بدون فوائد. كل قطعة أخير عن الثانية كل قطعة غير عن خطة. يا ربي كم بصور كل شيء يحسن عن الثاني يا ربي. أما هذه القطعة طالت عماركم بعد من أرزانو روبي وذهب أبيض جميل وفنان وأنيق رقم واحد. دكتور مهندس بترول كيماوي كيماوي وين كيماوي شو اسمه بترولي بترول كيف حالك هذا دكتور معتز الله يحفظه كيف انت معتز الشعيبي علومه علوم الخير طبعا يعني حين يعني شيء من مشتقات البترول ولا شيء انا في ذهب الاسود الوالد ذهب الاصفر الله يحفظه الله يسلمك بسم الله تصير عاده. المهم الحين في المعارض دوما حصلت ما شاء الله تيجي مرور الكرام لا في شو اسمه في المعمعه لكن تحت ايوه اشكر فنك تشاركت بشيء من الموديلات بديت رايك نحن ما نضع على رشاب الوالد الاخير هو البصم الاخير عنده الفكره الاخيره اشكر فنك الله يحفظك شكرا دكتور. ما شاء الله تبارك الرحمن يا سالم الشعيبي شيء مهندسين شيء دكاترة شيء ما شاء الله جميع الوظائف وكلهم خريجين جامعات لكن ما قالوا هذه وظائفنا ونحن مودربونا ما قالوا هذه أشغالنا ونحن مودربونا ما قالوا هاي وظائفنا وهاي التزاماتنا ونحن بندور لنا شغلة روحنا بزنسنا حطوا يدهم بيد اللبو كلهم ذكورهم وإناثهم فلذلك تعاونوا على رفعة هالبزنس وهالمشروع الجميل من 40 سنة أكثر عن 47 سنة من أسس أبوهم هالمشروع وهم وياه مساندين من يومهم صغار لين كبروا وأرزانوا طالت عماركم كلهم موجودات ماخذات الصدارة وزادوا عليهم الأحجام الكبيرة. ردني أتش الصور قال لي برويك وحدة ما أتش صورتوها هاي هون هاي في المعرض very simple وسعرها يعني full diamond بالعكس نعم لو لي أتش صورت تنفيذ جديدة باجي 4 أيام من اليوم 4 أيام المعرض طالت عماركم هذا لين شهر 10 ماشي معارض لين شهر 10 ترى ماشي معارض عندكم سالم الشعيبي والأقصاد مثل ما قلت لكم ترى ما بالله بالدال بالأقصاد بالطاء الأقصاد بس لين يخلص المعرض هذا من عقب المعرض هذا ماشي أقصاد حاضر منكم يعلم غايب. أما عن سياق الذهب الذهب اللي عندهم تحدون المراري اللي أقول ياتي يا ربي مازين هالمازين الأوليات ها الذهوب عندهن الدنيا والدين حين هاي كل هذه كلها جديدة هاي كلها أشياء جديدة ولا الروم نصور لكم الحين الأشياء وايدة زايقين من الناس هاي اللي يسوون كوبي بيس ويصورون ويسوون نهار ثاني منهم الحين قوم سالم الشعيبي تعبوا وتعيزانين شهور لين يخلصوا من كل قطعة وهم أبوي يأخذون أبوي على الجاهز صور كوبي بيس ونفذ كوبي بيس ونفذ اللي منكم يتحرى العقود بس هاي لاخ الغلاية ترى غلطان ثم غلطان ثم غلطان شيء عقود من 5000 من 5000 لين 5 مليون وثلاثة مليون الحاضر منكم يعلم الغيب وأسعارهم كلها مناسبة والشيء للديليوز هاي 10700 7000 شيء ب5000 وشيء ب3 وشيء ب20 وشيء ب17 هذا ب21 شو بلا عوي ما بعوي فنان وغاوي وما شاب خاتمه وبقماشه ودنيا وعلمه وخبره ها شيء طايح فيه فارق
فنان ويلق صليجي صار عليه. طالعوا هذا 21 ألماس وأحجار كريمة بخاتمة وشغابة قاصر عليه حيل. تأخذون حيل من طرف هذا ولا هذا؟ شو مستوي عليه هذا؟ شيء تنقدون عليه؟ ما شيء فيه من المناجيد، ما في من المناجيد ما تطير به الدباب على علينا أبدا. كل ما فيه زين. شو اسمك أنت؟ سلطان. أعطني هاي القطعة. لا لعدالها. أيوة شو هاي من القطع الجديدة؟ شيء عادة. جميع الأحجار وجميع الألوان وجميع المقاسات من هاي القطعة. هاي من الأشياء النوادر، هاي من الشيء اللي مش موجود عند حد. غرب الله تكنت والله. يبها شوفون هاي. لا لا ما من بعيد. زين من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد. ها يا ويلك بيقصم من تابو. يعتبوا متابعينك يبون يجون يصوروا. قولوا ليش خليتوا الخالد يصور؟ ها 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 شوف شوف مد عينك والنظر ابو محمد. مد عينك والنظر. كم بصور كم بصور كم برويكم كم برويكم كم بتشوفون بتشوفون العجب بين صيام شعبان ورجب. ترى تراهم بعدهم ما افتتحوه المعرض، بعده ما تم الافتتاح وما شاء الله مزران الثعر والوعر ما شاء الله عليهم. عيني عليهم باردة. كاشوفي يعيشوكو اخوات بريج من اخير ما يكون. ادخل حساب قوم سالم الشعيبي وضيفهم واكتب واشترك. انا 100 سنه الحمد لله. ليش كان انا 100 سنه انت مليون ما شاء الله. كيف كيف حالك؟ الحمد لله. شخبارك؟ اي مس يو والله. مس يو تو. وين غيب انت؟ تشبي وحده يسمونها تيم. صدق بس تغيرت. هي والله كيف جي للافضل ولا لا؟ اكيد للافضل مليار مره. والله كيف جي هالساحب سرتيل منو دل انت عطني رقمه؟ انا اروم عليه ابو يا مارو. ايش حالك حبيبي؟ كيف انت؟ يا مرحبا بنتنا العزيزه الغاليه تيم. من البنات المجتهدات الشاطرات سيدات الاعمال الناجحات ناجحات للغايه. تسلم تسلم من ذوقك. تبوي دق الحديد وهو حامي. انت ابويا في بوث الشمطري مجموعه عطورات الشمطري روح الشمطري فوعد الشمطري الشمطري روح الشمطري ساره تو طايح يزيد حب شديد عطر ساره تو طايح مع حجة خدمنا اليوم اليوم تو طايح هادو صلاح. يلا 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 ابو عثمان. يا ابو عثمان قم يا ابوي قم 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 صبر كاسم عليه. تفضل حبيبي حبك العافية حبيبي. بدو الأمار والأمار بعيد والسماء علي ما تطال الإيد. يا ربع ربع ما شو؟ ما بتطال الإيد ما بتطال شو شو عبد اللبناني. شركان شركول وقف 1 2 3 ريولة. ها بعد واحد مرة مع مرة وين بعد مرة بس. بعد آخر مرة أشكر فنك يا بعد آخر مرة مع السلام 1 2 3 شو. يلا صلاح يلا تعال تعال أبو عثمان. يلا لبسات محمد عثمان ما شاء الله عليه أبيض على أبيض أبيض بجويتي ها والنظارة الله يجيب تشرح حق انت. ها بالصجيع الصجيع ليش تضحك؟ هو بيخوت يا بيخوت. لا لا تضحك. يلا يلا وهاي طالك عماركم لبستي انا اول شيء هذه هلا ها 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 لبستي انا طالك عماركم دولا لاسيه. ها
هاي يسمونه لاصق. اصبر عاد اول ما انا ابو اصبر شو هاي رقع يسموه ابو غزالين. هذه هاي زبده ابو غزالين هم سنين من سنين. تعال خشمك يا خلي ادب زين اصبر خيست مرواوين زين هاي يسمون رقع ابو غزالين من هال من عند من الدمام يبونها وغاوي كندور صح انت وين سايرين نحن كوفي لا دبي دبي مول لا 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 اليوم دبي هيلز بعد ايه غير عن دبي مول الله ايه كل دبي مول دبي مول دبي مول دبي كلها مولات كلها مولات وين ما تصير فرح واناس وطرب وعيش وماركات ومطاعم وكافيهات وعالم اليوم انا ابيك شيء انت تقول انت بحياتك ما صرت دبي مول الاسبوع اللي خطاف وديناك دبي مول الاسبوع هذا بوديك شيء يسمونه دبي هيلز من بيتنا 17 دقيقه خيبه 17 دقيقه الله يزيدهم الشر زين نعم وهاي كشختي انا يا ابو محمد وهاي كشخت صلاح وهاي كشخت محمد بن عثمان مبارك الزعاد يا مرحبا يلا يلا بيع بيع انت باكل ضل وين راكل هامو؟ يلا وين صار هناك صد جاي الو ها ها تشيز تشيز يلا عاش ابو احمد صلاح بن احباب بن عبد الله الخالدي ناجح من الاول الى الثاني يا ابو عثمان مرحبا وسهلا خبز رقاق اثنين بيزه خبز رقاق تعال تي طق جداي حبب كبرك راسك براسك راسك انا مرتاح راسك بس في راسك جي حق تظهر في التليفون صدق يا ابنيها وين بنسير محن ايوه وين بنسير الحين قبل الاسبوع الاول سرنا الله يسلمك دبي مول شو اسمه دبي مول انزين الحين بنسير نسيت شو دبي هيلز دبي هيلز 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 ها دبي هيلز دبي هيلز مول هيلز عدها انجليزية صلاح شو اسمه وين بنسير نحن الحين؟ دبي مول لا هبلي في دبي دبي هيلز مول ليش بقشي دبي هيلز مول بقشي بق انا شو اسمه؟ دبي هيلز مول عشت ها شو صلاح؟ دبي مول دبي هيلز هيلز مول هذا وين بنسير نحن ما سرت هنا هذا دبي هيلز مول والعيال قالوا لي سعيد ولا عني انا اول مره اي دبي هيلز مول ما جديته لكن عجب امه لا اله الا الله فيه وجميل الى ابعد الحدود الى ابعد حدود العالم فيه مرد فيسه امه لا اله الا الله زحمه بطريقه ما تتخيلها امم ما شاء الله تبارك صلاح تعرف هذا منو هذا محمد بن سالم التاير تاير شحك جاسم كيف انت الله يسلمك صلاح تعب انت وي سيلفي وياه قول له كيف حالك قول له انا اعرف حياه ابوك عارفه هو ريال طيب صلاح شفت انه خلي عندنا في البيت 47 الخلاف في البيت ها كل من عند ابوه حياه سالم التاجر دايره هي خيار النخل خيار الخرايف حاطين من 17 سنه رحمه الله عليه مرحبا يا محمد حق لا خليت من اول مره ني هالمول ونحن بعد والله سبحان الله انت ما تدينا يكون خالد حرام يلي يجلس البيت ين ظالم عمره ظالم عمره يلي يجلس الدنيا ابويا طالع ما شاء الله عليها من دار حيا اماكن جميله وزينه وفنانه شوف العالم شوف العرب روحه شوف العرب الناس تشوفهم في الاسواق يروح يعطيك تفاؤل يعطيك حياه يعطيك على ما قالوا باور يحسسك ان الحياه فيها خير بعدها لها قيمه والناس حيه ترى وايدين اللي يازمون منطوين على عمار ياسين في بيوتهم هايلي يتحرون الدنيا مجفيه الدنيا ابوي توها مجبله بخير فضيل مجبله تحركوا بتشوفون خير قدامكم تجلس في البيت تجلس في البيت هاي اللي يلس ابوي هي اللي تجيب اليهد هي اللي تجيب الضيج هي اللي تجيب الملل هي اللي تجيب الياس لا ياس مع الحياه والحياه خارج البيت ما بداخله انا اسمي خالد وانت خالد احلف والله في ذمتك اي والله وهذا صلاح صلاح ها
هذا اسمه خالد بعد. وهذا منو؟ معك. هذا حمد. ايه اقول لك خالد. هلا. اقول لك هذا منو؟ هذا سيف. وهذا حمد. شوف حمد يا طويل. والله مرحبا. هذا هذا منو؟ محمد. محمد كيف حالك محمد؟ نور يا مرحبا. يا مرحبا بالشباب. اقرب. هذا تو كانت عند غير شتمه خذت تعن وقلت بها يا حبيب النبي. بورته تحراني بشرب الا شوي عيونك. ما في عقوم يا الغلا الغالي شريناكم بالحال والمال والارواح تبدا الحين طارت اماكن. وصلنا حاليا انا وشقيقي الاكبر محمد بن عثمان بن مبارك الزعابي الى مطعم البستايو. مطعم البستايو طارت اماكن في الحبتور سيتي. مطعم مميز دومني انا ومنهد وصلاح ونيلس اللي كان يعيبنا وغدي فنان وزيد. واليكم الاخ العزيز صلاح بن احمد بن عبد الله بن خالدي. تفضل استاذ صلاح. نعمين. شو رايك نطلبك عشاء ولا تبغي كيك او عيد ميلاد؟ كيك. كيك كيك وعيد ميلاد. ايه ان شاء الله. حاضري. قبل شهر كان عيد ميلاد كني في المكان. نحن تاخرنا 3 اسابيع ما سوينا عيد ميلاد. يلا صلاح. ها انت في اي مطعم؟ سالو فاستايلو. سالو ما اسمعك. سالو ما اسمع. سالو شو اسمه؟ سالو. لا بستايو. سالو شو اسمه؟ فاستايلو. شو اسمه؟ اسم المطعم؟ لا لا اخر مره تعمان. لا بستايو. سالو ما اسمع. سالو وين ربنا.